اهلا بكم من جديد. كيف يبدو العالم من حولنا؟ انقل ذلك الى رائد الخضر كبير استراتيجي الاسواق في مجموعه ايكويتي. رائد اسعد الله اوقاتك بكل خير. يعني دعنا الله يسعد يومك. دعنا نبدا بالاخبار التي تاتي من الصين وهي اخبار سلبيه الى حد كبير، يعني واردات صادرات كله في النازل في الصين. ما هي القطاعات والاكثر تاثرا بما يحدث في بكين؟ يعني نحن عم نشوف بطء في نمو الاقتصاد الصيني، وذلك ينعكس حقيقة سلبيا على معظم الاقتصاد العالمي. أعتقد أنه مستوى التحفيز الذي كان متوقعا من قبل بنك الشعب الصيني أكبر مما يعني يجب أن يكون أكبر مما هو الواقع، وبالتالي انعكس ذلك على تراجع في الصادرات وتراجع في الواردات، وإن كان الميزان يصب لصالح في الميزان التجاري. أعتقد الوضع الأسوأ فيما يتعلق بالنسبة للاقتصاد الصيني حاليا، أعتقد قطاع العقارات under the hit، يعني هو بشكل يؤدي أداء سيئا نسبيا. كذلك الأمر أعتقد هناك بطء وتباطؤ واضح في مؤشرات التصنيع والتصدير التصنيعي. كذلك الأمر أعتقد ذلك ينعكس على سلبية في أداء الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن، أو خلينا نقول ليس سلبية وإنما هو نمو بطيء أو تعافي بطيء من بعد فترة الكورونا والريستريكشنز اللي كانت موجودة، أو كان التحد من النمو الاقتصادي بشكل كبير. ولكن نسترجع في الأذهان أنه كان هناك حديث مسبق على أن النمو المتواضع في الاقتصاد الصيني متوقع بشكل كبير، وأن مستويات 7% و8% لم تعد موجودة على الأرض الواقع. نعم، بعد أن ضربت فيتش في الاقتصاد الأمريكي برمتها، هي موجزة الآن رائد تعيد تصنيف 10 بنوك كبيرة، والاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير تحت الضغط، والحديث عن ركود من عدمه إلى ما ذلك. هذا المشهد الضبابي في ظل فتح الباب أمام تشديد جديد في السياسة النقدية، ما هي تأثيراته؟ أنا أعتقد موديز أضافت أيضا على الضربة الائتمانية للولايات المتحدة الأمريكية بتقييمات سلبية لبعض البنوك الأمريكية، وأعتقد تهديدات لبنوك أخرى بأنه يكون في عنا أيضا تخفيضات للجدارة الائتمانية أو التصنيف الائتماني لهذه البنوك. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية كان السبب الرئيسي المحرك لهذه الوكالات التصنيف الائتمانية هو القرارات اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بالسقف الدين العام، وخلينا نقول التوجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى المزيد من رفع سقف الدين بشكل كبير جدا والاقتراض الحكومي. أعتقد هذا يترجم من خلال وكالات التصنيف الائتماني إلى ضعف بالجدارة الائتمانية وإلى عدم المقدرة المستقبلية لسداد الالتزامات المالية للاقتصاد الأمريكي. ولكن على أرض الواقع يعني طيب عم نشوف أداء جدا إيجابي للاقتصاد الأمريكي إجمالا، وهذا ينعكس ضمنيا على أنه الارتفاعات التي نشهدها على أسواق الأسهم بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. ما نريد وصفه حاليا أنه هذا التأثير البطيء أو المؤقت نسبيا للسلبية الناتجة عن التحركات من وكالات التصنيف الائتماني أعتقد سيكون مؤقت وليس ذو تأثير طويل على الاقتصاد الأمريكي. رائد، أخيرا وليس آخرا، دعنا يعني نسأل عن انعكاسات ذلك على الورقة الخضراء، على الدولار، خاصة أن الفيدرالي ربما قطع على الذهب أحلام البريق هذه المرة بفتحه لسياسة التجديد من جديد. يعني شفنا اليوم ارتفاعات بحوالي 13% على مؤشر الدولار الامريكي امام معظم نظرائه، او خلينا نقول سله العملات الرئيسيه التي تقيم الدولار الامريكي. نحن عم نشوف ان الدولار الامريكي حاليا في الوقت الراهن هو نتيجه ارتفاعه هي عمليات كاش اوت، عم بتكون عمليات ايضا لهذا القلق او الزعزعه التي تحدث، والتي تظهر نوع من عدم الوضوح استمر من يوم الجمعه مع بيانات مختلطه من سوق الوظائف الامريكيه الى اليوم مع التخفيضات التي شاهدناها من وكالة موديز. ما نريد الإشارة إليه يعني أنه الدولار الأمريكي بمساره الصاعد هو مؤقت، لأنه مقدرة الفدرال الأمريكي على التوسع في تشديد السياسة النقدية اللي هي مرتبطة بشكل كبير بقراءة التضخم هذا الأسبوع. إن جاءت القراءة بأقل من التوقعات ولو 10%، التوقعات هي عن 3.3%، أعتقد ستكون لصالح
عدم التوسع في رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، وسيتم ترجمة ذلك في السوق على أن الفيدرالي اقترب من أو وصل فعليا إلى إيقاف دورة التشديد السياسة النقدية، ومن هنا يبدأ الدولار بالانخفاض أعتقد. كفيت ووفيت، وضحت لنا في المشهد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي. شكرا جزيلا لك.